قول لي ايه الارقام اللي قدرت انت تستنتج منها بعض الافكار عن اول 3 اسابيع في الدوري المصري هذا الموسم؟ ابرز رقم هو ان الكل بيلعب كوره، الكل بيلعب للهجوم. لما اتكلم ان الدوري المصري في اول 3 جولات في 6 فرق سجلوا 7 اهداف او اكتر، فده رقم مهم جدا. ده رقم يدي دلاله ان الفرق داخله الموسم الجديد فريش، وده اعتقد له اسباب كتيره جدا، ابرزها انهم خدوا راحه شويه، خدوا راحه، خدوا نفسهم بالبلدي او بلغه الكوره. احنا عارفين المواسم اللي فاتت ميدو كانت مضغوطه بشكل كبير جدا جدا، وكانت الفرق فعلا بتعاني بشكل يعني واضح، لكن الموسم ده كان في راحه معقوله، طبيعي، ده الطبيعي في الكوره، لكن للاسف البدايه احسن بكتير. طبعا تعالى نخش في الارقام، يلا بينا. يلا، طبعا الاقوى هجوما بوضوح هو الاهلي. مباراه الزمالك طبعا خماسيه الزمالك هي اللي خلت الاهلي يفرق كبير بشكل كبير عن باقي الفرق، لكن الحقيقه انها مش مباراه الزمالك فقط، يعني الاهلي كمان اول مباراه في الدوري كسب الاسماعيلي 4، وبعدين البنك الاهلي هدف، وبعدين الزمالك 5، فبنتكلم ان دي 10، دي عدد الاهداف. بالظبط، دي 10، بيراميدز 7، الزمالك 7، غزل المحله 7، ودي الحقيقه برافو عوده، والله عوده مدرب كويس جدا، عامل بدايه عظيمه غزل المحله، ان شاء الله المحله يقدر يكمل. بالظبط، والاتحاد وسموحه 7 و7 برضه، لكن الرقم الملفت في الجدول ده باستثناء طبعا افضليه الاهلي هو غزل المحله، تواجد غزل المحله في المكان ده يقول ان الفرقه فعلا عامله شغل نخش مميز جدا. الفرق الاقوى دفاعا، وهنشوف مفاجاه تانية في الفرق الاقوى دفاعا، وهو في المركز الاول البنك الاهلي اللي استقبل هدف واحد، واستقبله من مين؟ استقبله من الاهلي في مباراه 1-0 بصعوبه شديده جدا، يعني كمان خطا حارس، كره ردت، وكانت ممكن يعني كان ممكن المباراه تنتهي 0-0. فلما نشوف البنك الاهلي رغم انه بادي بدايه مش سهله في جدول الترتيب، حتى المباراه اللي كسبها 3 طلائع كانت برضو بدايه مفترض انها لازم مباراه لازم متكافئه. لازم انا اسف، معلش انا اسف فاروق، لازم لما بنتكلم عن النقطه دي لازم نحيي الكابتن خالد جلال، ده حقيقي، لانه مدرب جيد جدا ومدرب منظم، وقدر ان هو يطور الفريق بشكل كبير جدا، ويخلي يعني يستغل الصفقات بشكل جيد، لان الموضوع مش الموضوع ان انت تجيب صفقات بس. صحيح. خالد جلال واحد من المدربين المميزين جدا في الدوري المصري، ان انت في اول 3 مباريات ولعبت قدام الاهلي ولعبت قدام فرق كبيره، ان انت تستقبل هدف واحد فقط، ده نتاج عمل كبير جدا من الجهاز الفني واكيد اللعيبه لنادي البنك الاهلي. وفريقه له اسلوب واضح يا ميدو، دي ميزه مهمه جدا، انك تقدر تخلي فريقك له هويه، مش اي مدير فني يقدر يعمل ده.